وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار. وبداية، إلى أي مدى استطاعت تجربة مملكة البحرين في إنشاء المدن أن تواكب متطلبات الاستدامة وفق التزام المملكة بتحقيق هدف الأمم المتحدة 11 في مجال استدامة السكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 17 معني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. ومن هذا الجانب تبقى مملكة البحرين ملتزمة بتحقيق الهدف بما قامت به وتقوم به من بنائها لخمس مدن متكاملة المرافق والخدمات لتحقق الحياة الكريمة لأكثر من 230 ألف نسمة من السكان، والآن أيضا بإشراك القطاع الخاص نحو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية من خلال برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وكذلك توفير حلول تمويلية مبتكرة تراعي فيها مختلف احتياجات وتطلعات العائلة البحرينية الاجتماعية والاقتصادية. وهذا ليس بالأمر الجديد، حيث سعت مملكة البحرين عبر تاريخها الحديث لبناء المدن الحديثة الشاملة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الفنية. وطبعاً راعت في ذلك احتياج المواطنين من خلال التخطيط لكافة متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك المدن، مع توفير المرافق الدينية والخدمات الملبية للحياة العصرية بأنواعها مع مراعاة جودة الحياة. وذلك تحديدا في توفير المرافق الصحية والتعليمية والتجارية والخدمية ودور العبادة في كل مخطط ومشروع. وتجدر الإشارة طبعا بأن هذه التجربة، أي تجربة بناء المدن في مملكة البحرين، تمتد لنحو أكثر من ست عقود منذ بناء أول مدينة نموذجية في المنطقة وهي مدينة عيسى. فمنذ الأساس ومنذ تلك الانطلاقة الأولى كانت فكرة الإسكان فكرة مبنية على بناء مدن حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين في السكن الكريم والارتقاء بهم نحو مجتمعات قوية ومتماسكة. نعم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.